بص انا هحاول الخص لك الموضوع ده لان الموضوع ده كبير جدا. اول حاجه هنقسم موضوع القولون، اسمه القولون العصبي، هنقسمه لجزئين، القولون اللي هي الامعاء اللي موجوده عندنا، والعصبي. لما نيجي نتكلم ونقول العصبي دي يعني المشكله الاساسيه اللي مسببه لنا القولون، الضغط النفسي، التوتر، القلق، الحاله النفسيه السيئه، العصبيه. فاحنا نحط نفسنا تحت ضغط نفسي او مشاكل نفسيه معينه بتبقى دافعه قويه جدا لينا ان احنا يكون عندنا مشكله القولون العصبي. فاول حاجه بنقول ممنوع العصبيه. لو احنا عايزين نعالج القولون العصبي بنقول ايه؟ اول حاجه ايه؟ ممنوع العصبيه، ما تسمحش لاي حد باي حال من الاحوال ان هو يعصبك، لانك انت اللي هيجيلك الضغط، انت اللي هيجيلك السكر، إذا انت تعيش في الأردن وما بدك تعصب من تردني؟ نعم. إذا عشت في الأردن وما بدك تعصب معناك من بني آدم. بص يا اخي، انا هقول لك حاجه يا حبيبي، مفيش حد هيخش جوه جسمك وهيشغل مفتاح العصبيه، انت اللي بتتحكم في نفسك. في واحد ممكن يكون بيتقال له كلام يعصب لكن ما بيتعصبش، وفي واحد زيك كده على طول بينفعل. فالشاهد ان الموضوع بيعتمد على طريقه فهم الشخص للاشياء. المشكلة اني مضيع المفتاح. المشكله ان هو مضيع المفتاح ولازم تتعصب عليه. سمعتك انصدمت. سامعني؟ باي. سامعني أكمل كلامي؟ كمل كمل. يبقى النقطة الأولانية بنقول أول نقطة الأولانية بنقول ممنوع العصبية، قدرنا نحل هذه العصبية بحاليا نص المشكلة. قلة النشاط البدني أحد برضه. اسمعني، الشخص العصبي بيبقى عنده نقص في هرمونات السعادة، فإحنا عايزين نحفز هرمونات السعادة في الجسم. في 3 هرمونات للسعادة نقدر نحفزهم من خلال حاجة واحدة. إيه هي الـ3 هرمونات؟ هرمون اسمه الدوبامين، هرمون اسمه الإندروفين، هرمون اسمه الإكسيتوسين. 3 هرمونات دول نقدر نحفزهم فقط من خلال ممارسة الرياضة. لو إحنا قدرنا إن إحنا نمارس أي رياضة، سباحة، جري، مشي، أي رياضة أيًا كانت بأقل الإمكانيات، تقدر تعمل شوية رياضة، فأنا كده بضمن لك إن أنت تستطيع إن أنت تحل مشكلة القولون. فأول حاجة حفز هرمونات السعادة، حفز الـ3 هرمونات من خلال إن أنت تمارس أي رياضة أنت بتحبها، اجري، اتحرك، انزل لف حوالين الحديقة اللي موجودة حوالين البيت، اعمل أي حركة ممكن تكون موجودة عندك تخليك تخرج من الجو السلبي اللي أنت موجود فيه. قدرنا نلعب رياضة، دي كده رقم 1. يبقى انت المفروض دلوقتي تحط في دماغك ايه الرياضه اللي انا بحبها. بحب العب جيم، خلاص اروح الجيم. لا ده انا بحب السباحه، يبقى اروح العب سباحه. لا والله ده انا كنت زمان كنت بلعب كاراتيه، اروح العب كاراتيه. كونغ فو، تكسير عظام، اعمل اي لا العب اي لعبه ممكن تخليك تتحرك علشان نحفز هرمونات السعاده عندنا. دي كده النقطه رقم 2. ما بنيجي نتكلم برضو عن علاج العلاج بقى اللي هو البدائي، اللي انا مثلا دلوقتي عندي قولون عصبي يا دكتور احمد، المفروض اعمل ايه؟ هناك 3 مليينات طبيعية من الدرجة البسيطة للدرجة المتوسطة للدرجة الكبيرة. الدرجة البسيطة دي اللي هو الحاجة المعروفة في كل بيت، اللي هو مشروب الحلبة. مشروب الحلبة ده ملين طبيعي. يا دكتور ده مشروب الحلبة ما بيجيبش معايا أي نتيجة، ده أنا عندي القولون متدمر خالص. يبقى ممكن لو المشروب الحلبة مش جايب معانا نتيجة، زيت الزعتر، الزعتر بشكل بسيط نقدر نحطه مثلا على طبق السلطه بتاعنا، هيبقى دفعه قويه جدا من اقوى من الحلبه كملين طبيعي. ده في الدرجه المتوسطه. الدرجه الكبيره عشبه اسمها عشبه السيناميكي، دي بناخدها في حاله ان القولون العصبي شديد ومفيش اي حل تاني، ساعتها السيناميكي هو الخيار الوحيد كافضل ملين طبيعي موجود عندنا من افضل الدرجات اللي ممكن تكون موجوده عندنا. يبقى ده كده بالنسبه للحاجات طب يا دكتور احمد مفيش ادويه؟ بالنسبه للادويه انت اكيد رحت للدكتور من قبل وكتب لك شويه حاجات منظمه لحركه لو انت عندك امساك اداك حاجه تقلل من عندك امساك اداك حاجه تزود من الحركه الدوديه للامعاء، لو عندك اسهال اداك حاجه بتقلل من الحركه الدوديه للامعاء، زائد ان هو بيديك حاجه للانتفاخات، مضاد للانتفاخات زي الكربون او ديسفلاتايل، او بيديك مثلا وليكن امساك حاجه عشان الامساك والتقلص التقلصات والمغص واشياء من هذا القبيل. افضل حاجه للمغص والتقلصات بنقول الزنجبيل، و يعني للتقلصات ممكن النعناع، ممكن الزنجبيل، ممكن القرفه والزنجبيل، وهذه الاشياء المشروبات الطبيعيه ديت ممكن نستعين بيها.
لمشكله التقلصات. بس احنا قلنا الملينات الطبيعيه اصلا عشان الامساك في البدايه، قلنا مشروب الحلبه، قلنا الزعتر، قلنا السيناميكي. ده كده بالنسبه لعلاج القولون العصبي بشكل مختصر خالص. لكن الاهم نص حل المشكله ممنوع العصبيه، 35% من حل المشكله نمارس رياضه، 10% من حل المشكله نظبط الاكل بتاعنا، نبدا ندخل الخضروات معانا في الاكل بتاعنا، الخضروات والفواكه. مفيش خضروات وفواكه في الاكل بتاعنا، الاكل كله بتاعنا من الشارع، الاكل كله بتاعنا فاست فود، الاكل كله بتاعنا جانك فود، الاكل كله بتاعنا بنجيبه من الماركت، الاكل كله بتاعنا زيوت ودسم وسمين وحراق واشياء من هذا القبيل. فكل هذه الاشياء لابد ان احنا نتحكم فيها، زائد ان انت تاخد حاجات موضعيه لحد ما تستطيع ان انت تلعب الرياضه بتاعتك وتخلص من العصبيه. يعطيك العافيه دكتور احمد. الله يخليك، الله يسعدك.